يقول الله تعالى في كتابه العزيز: يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين. ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون. ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين. أهنئ نفسي وأهنئ الأمة جميعا بارتقاء كوكبة من شهدائنا الأبطال الذين لقنوا بشار الأسد المجرم وكل عصاباته الطائفية الإرهابية، لقنوهم دروسا في البطولة والتضحية والفداء، أذاقوهم الويلات في المعارك. اللهم ارحم شهداءنا وتقبلهم يا ولي يا كريم. اللهم اجعل قبرهم روضة من رياض الجنة ولا تجعل قبورهم حفرة من حفر النيران. اللهم باعد بينهم وبين خطاياهم كما باعدت بين المشرق والمغرب، واغسلهم من الخطايا بالثلج والماء والبرد. يا معشر الأنصار، يا معشر الأنصار، فتحتم لنا حدودكم وفتحتم لنا قلوبكم، أطعمتم جائعنا ورويتم عطشانا وحملتم ضعيفنا، فلله دركم يا معشر الأنصار. اللهم اجز عنا شعب تركيا خير الجزاء. Şehitlerimiz için büyük bir hüzün yaşıyor. La ilahe illallah! La ilahe illallah! Muhammed Resulullah! Muhammed Resulullah! Şehadet istedi, gelecek oldu. Ben bir sefer telefon aradım. Kardeşim dedim, kardeşim dedim, beni dua eder misiniz? O dedi ki, beni dua edin, şehit olmak istiyorum. Lebey! Lebey! Lebey ya Allah! لبيك يا رسول الله، لبيك يا الله.